ست يعني ست محاضرات ثلاث هذول كوميونيكابل نون كوميونيكابل وكواليتي في محاضرة. طيب نبلش محاضرة ثانية. هلا زي ما حكينا قبل في شيء محاضرة سابقة أول محاضرة حكينا فيها بالإبيديميولوجي حكينا في شيء اسمه كوميونيكابل ديزيز ونون كوميونيكابل ديزيز. النقطة الأولى نحكي إن الكوميونيكابل ديزيز اللي هو أمراض تنتقل من شخص لشخص شيء، ونون كوميونيكابل ديزيز ما تنتقل من شخص لشخص. مثل شو مثلا حد ممكن يحكي لي كوميونيكابل ديزيز إيش بينتقل من شخص لشخص؟ إنفلونزا. إنفلونزا. مثلا كوفيد. طب نون كوميونيكابل ديزيز ديابيتك ديابيتس كانسر. اوكي خلصنا المحاضره خلصنا المحاضره. طب نجي للتعريف. اول شيء الابديمولوجي، اتذكر اعرفكم تعريف الابديمولوجي ايش كان يحكي. ستادي اللي عباره عن ستادي اوف ذا ديستريبيوشن اند ديتيرمينانتس اوف هيلث ريليتد ستاتس اوكي or event in specified age population and the application of this study to each. أنا بهمني آخر جملة اللي هي to control of health problems. هذا الهدف يعني الأساسي من الإبيديميولوجي، إنك تسيطر على الهيلث بروبلمز. تمام؟ تمنع انتشار مرض، تحاول تحد من مرض معين، تحاول تلاقي ريسك فاكتور، تحاول يعني أنت بدك تحد من هذا المرض، تخفف مشاكل. ما بتعالج، ما في تريتمنت. تريتمنت لمين حكينا احنا؟ تريتمنت للكلينيكال للفيزيشن. تمام؟ احنا بنحاول نسيطر على وباء معين، نسيطر على انتشار مرض معين. هذا الهدف الرئيسي من الادويه. تمام. هلا هذا يسمون سامعين انتم؟ غيرتكم مايك؟ في عنا epidemiologic threat. ايش يعني؟ يسموه بالعربي الثالوث الوبائي. هذا المثلث شايفينه هو يعني من شكله مثلث، بتكون من الايجنت والهوست والانفايرمنت. ايش يعني الايجنت؟ طبعا راح تحكي مسبب المرض، راح نحكي عن تعريفه لقدام، بس هلا هاي الصوره العامه افهموها. اول شيء الايجنت اللي هو ايش؟ مسبب المرض. انفكشوس ايجنت يعني عامل مسبب، عامل ممرض. تمام؟ بتكون من بيولوجيكال ايجنت، فيزيكال ايجنت، كيميكال ايجنت، ميكانيكال ايجنت، ميكانيكال ايجنت الى اخره. والهوست اللي هو بسموه المستقبل، المضيف، العائل. تمام؟ اللي هو المكان اللي بيستقبل الـ 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 العدوى والزي هيك، ممكن يكون انسان، ممكن يكون اي شخص اخر. طبعا برضه كمان في عوامل اللي هي الديموغرافيك والبيولوجيكال والسوشيال كلمه كاركترستيك. وفي عندنا الانفايرمنت اللي هي الفيزيكال انفايرمنت والبيولوجيكال انفايرمنت والسوشيال انفايرمنت. تمام. هلا خلينا ناخذ بعض الامثله عليهم لحتى بعدين نشرح الوضع كامل. هلا هذول الثلاثه اذا بيجتمعوا مع بعض، تمام، اذا بيجتمع الايجنت مع الانفايرمنت، هذولا ممكن يعمل بالهوست ايش؟ ديزيز. ممكن مش شرط يعمل ديزيز، بس ممكن يعمل ايش؟ انهيار بجهاز المناعه. ممكن يسبب تمام؟ ممكن يصير في انهيار بجهاز المناعي اذا توافر الايجنت مع الانفايرمنت بوجود الهوست. هلا الهوست راح نحكي مثال كيف يعني هوست يعني لما يكون واحد مثلا عمره مثلا طفل بيكون هو مثلا من الامراض اللي ممكن تصير عنده مثلا الكساح، هو بيكون زي هوست اذا توافر ايجنت مع انفايرمنت. تمام؟ اذا توافر الايجنت مع الانفايرمنت ممكن يعمل تدمير للجهاز المناعي بسبب ممكن يعمل ديزيز. تمام؟ طيب ايش يعني ايجنت؟ الايجنت حكينا عن عامل مسبب وعامل مضاد. لما نحكي بيولوجيكال ايجنت مثل شو؟ ميكروبات، فيروس، ميكروبس، بكتيريا. هذول يعتبروا ايش؟ فيروس. تمام؟
physical agent radiation ionization مثلا شو كمان radiation ارتفاع الحرارة التراب أو ازدياد الهرمونات اللي تفرزها الغدد الصم مثلا تعتبر physical chemical agent acids basic gases مواد كيميائية مواد سامة مثل ايش مثل التسمم بالرصاص مصنع البطاريات هذا يعتبر chemical طيب nutrient agent زيادتها او نقصانها ممكن تؤدي الى مرض الديزيز زيادتها او نقصانها ممكن يؤدي الى ديزيز ماشي ميكانيكال ايجنت تنجرح بالدحان حادم يغرق موارد طبيعيه زلازل فيضانات هاي تعتبر ميكانيكال ايجنت طيب انفايرمنت على الانفايرمنت اي شيء بحيط الانسان اي كل شيء بحيط الانسان ممكن يأثر على معدل انتشار مرض تمام؟ في عندنا physical environment مثل شو physical environment؟ إيش بحيط الإنسان؟ المناخ المناخ من الشغلات تأثر على الإنسان كيف؟ أول شيء بتعرفه أنه مثلا المناخ سواء كان رطوبة أو كان حرارة أو كان أي شيء بيؤدي مرات لهجرة بعض الطيور من مكان لمكان أو أنه في أمراض يعني تظهر في مواسم معينة مثل الإنفلونزا ما تظهر في الشتاء فالمناخ له دور ماشي هاي تعتبر فيزيكال بيولوجيكال انفايرمنت البيولوجيكال انفايرمنت طبيعة الأوبئة أفريقيا ملاريا أي بيئة حيوية يعني نقول كل كائن حي بحيط بالإنسان اللي ممكن يكون هو مصدر غذاء له ويكون هو source of infection ممكن نحكي البيوتيك فاكتورز يعني إيه البيوتيك فاكتورز يعني ممكن بس يعني مثلا كيف بعوضة الإنفلس اللي بتنقل الملاريا هاي تعتبر كائن حي يعني بيكون حول الإنسان الانفايرمنت ممكن ينتقل الملاريا أو مثلا شخص يعني حيوان في مرض معين الإنسان بوكله وبالتالي ممكن يقول بعض الأمراض تمام إذا أي كائن حي بحيط بالإنسان بيكون هو مصدر غذاء للإنسان السوشيال إنفايرمنت خلينا نقول المواصلات انتقال الناس بالمواصلات من مكان لمكان تتذكروا كيف في الكورونا انتقلت من بلد لبلد عن طريق ناس انتقلوا من مكان لمكان زي هيك يعني هي تعتبر برضه من الشغلات السوشيال انفايرمنت. الهوست بتعرف مثلا ايج جندر كيف مثلا ممكن ياثر على الايج العمر اذا كان مثلا في امراض تظهر عند الناس الكبار وفي امراض تظهر عند الاطفال عند الكبار مثلا ممكن مثلا ارتفاع ضغط الدم وعند الصغار مثلا زي ما حكينا مثل الكساح الجندر ميل وفيميل في امراض تظهر عند الاناث في امراض تظهر وين عند الذكور امراض عند الاناث مثل مين شو بريست كانسر والرجال مثلا بروستيت كانسر زي هيك يعني في شغلات تظهر يعني بكل دور تمام في كمان امين صح اميونيتي اميونيتي مثلا في شغلات تتعلق بالجينات جين شيء بالجينات في الهيموفيليا برضو كمان في شغلات تتعلق بالهوست اللي هي عادات اجتماعية مثلا في ناس بيشربوا الحليب مثلا بدون غليب هاي برضو كمان بالهوست يعني لما يكون هو مثلا بيشرب زي هيك هذا بيؤدي انه مثلا بسبب الحليب مش مغلي ممكن ينتقل بعض هذول بشكل عام حمولي اياهم انه هذول اذا بيجتمع الايجنت مع الانفايرمنت ممكن يؤدي الى يعمل جهاز المناعه ممكن يعمل تدمير يعمل له وبالتالي ممكن يؤدي الى ديزيز، هذول لازم يكونوا مجتمعين لحتى يصير في ديزيز او في انهيار بالجدار في الجهاز المناعي. واضحين هذول الثلاثة؟ إذا هذا المثلث لازم يعني يتوافرن لحتى زي ما حكينا يصير عندنا ديزيز أو الشر يصير ديزيز انهيار بالجدار. واضح؟ هون بعض الشغلات يعني ممكن تلجؤولها اللي هي البوست في الايش؟ الايجنت الانفايرمنت بعض الشغلات احنا حكينا جزء منها. هون زي ما حكينا الهوست والباثوجين والانفايرمنت
لما يتقاطع عين شو بصير عنا؟ disease أو انهيار الجدار. إذن في شو disease result from the interchangeable interaction of pathogens, host and environment. أوكي؟ يعني هون في عنا تفاعل متباين. طيب نيجي على الكوميونيكابل ديزيز. زي ما حكينا من البداية الكوميونيكابل ديزيز اني كونديشن which is transmitted سواء كانت دايركتلي اور indirectly to a person شخص مش مصاب from an infected person من شخص مصاب الى شخص سليم سواء كانت دايركتلي اور indirectly ماشي ممكن يكون عن طريق الانيمال فيكتور اي شيء. هلا الديزيز كود بي حكينا دايركتلي اور اندايركتلي من مان لمان من انسان لانسان من شخص لشخص او من انيمال لانسان. مين بحكي لي اذا انتقل عنا الديزيز من انيمال لهيومن شو بنسميه؟ انتر سبيشيز من حيوان لإنسان شو نسميه؟ إذا نحن من مان لمان من أنيمال لذيذ هيومن أو من أنيمال لأنيمال أو من إنفايرمنت في إنفايرمنت زي إير ووتر فود تمام؟ إذا كوميونيكابل ديزيز سبريدز ديو تو كونتاكت بتوين إنفكتشوس إيجنت أند هوست أو يعني انتقال من شخص إنفكتد بيرسون لا شخص سيف. واضح يكون كابل ديزيز ايش يعني؟ على الامبورتنس اوف كابل ديزيز بتعرفوا نظرا للعبء العالي في اللو اند انكم كنتريز بتطلب منا ان يعني نهتم بهذا الموضوع بالاضافه للسوشيال امباكت التاثير الاجتماعي والتاثير الايكونوميك الاقتصادي بالاضافه انه بوتنشال فور ربل سبريد بنتشر سريع والهيومن سكيورتي كونسيرن. هلا why to study communicable disease؟ ليش احنا ندرس هذا الموضوع؟ ليش احنا نتعلم؟ ليش احنا نعمل دراسات عنه؟ هلا better knowledge of the origin and transmission of communicable disease help in control. وهذا حكينا الهدف الاساسي بالبداية احنا نعمل control يعني نعرف نتعلم نعرف معلومات لحتى نعمل control. Recognize the changes in the infectious disease pattern to modify the control measure. برضو كمان احنا نتعرف على انماط infectious disease حتى نعمل نعدل على the control measures. Discovery of a new infection اذا في شغلات جديده نتعرف عليها. بالاضافه the possibility that some chronic disease have an infected origin. ممكن نلاقي انه احتماليه بعض الامراض الكرونيك يكون فيها اصل معين. تمام رأيكم؟ في حد عنده سؤال؟ نبلش بالترمينولوجي. في حد عنده سؤال؟ ايش يعني انفكشن؟ انتقال مرض من شخص لشخص. شو يعني انفكشن؟ هي عدوى. عدوى؟ الانفكشن is the entry and multiplication of an infectious agent into the body of man or animals. يعني في عندنا infectious agent اللي هو العامل المضاد، هذا العامل المضاد بدخل الجسم سواء كان animal ولا human بيصير multiplication كاثر داخل هذا الجسم، هذا بنسميه هو نفسه عندنا infection. هذا الانفكشن بنشوفه في المستشفيات ناتج من infectious agent دخل جسم مريض وصار multiplication صار تكاثر. تمام؟ An infection doesn't always cause illnesses. مش شرط ممكن يسبب disease. ممكن يؤدي إلى infection. في عنا أكثر من level of infection. الحين بستعرفوا على وين فيش داعي للتفاصيل الثانية. Colonization مثل الكوكس فيروس اللي بالسكن موجود. وفي عنا sub clinical مثل polio. وفي عنا latent infection مثل الفيروس of herpes simplex. وفي عنا clinical اللي هي مثل اللي بيطلع عليها أعراض. تمام؟ بس اللي يتابعوا لك. إذا كان أربع أنواع شو يعني contamination؟ تلوث. تلوث.
شو يعني تنوع؟ نحتوي على شيء غلط. على ايدك مثلا مرات شو بتلاقي بصير عليها شيء على على ايدك مثلا مسك شيء راح زي هيك بعدين تعقم ايدك ليش تعقم ايدك؟ مثلا تقدر شيء بعيد كثير اذا the contamination the presence of infectious agent on the body surface كل على الاصبع تمام؟ اذا بكون وجود بعض infectious agent موجود على الاصبع سواء على الملابس على البدن التول سيرجيكال انسترومنت هاي تعتبر تعتبر ايش؟ كونتامينيشن شيء ملون مشان هيك بتعقم ايدك مشان هيك بتمسح الاسطح زي ما عملنا احنا دراسه بمستشفى الصلب اخذنا صوابات من الاسطح اخذنا من الستيشن شوفوا بالاقسام اخذنا من الكيبوردز اخذنا من الدور هاندلز أخذنا من السايد ريلز تاع المريض أخذنا من الكمبيوترات البورتبل كمبيوتر اللي بيكون مع الأطباء أخذنا من الميديكيشن ترولي أخذنا من الدريسنج ترولي هاي أسطح أخذنا من الأسطح لأن بتكون فيها كونتنيشن طلع فيه بكتيريا كثير في طلع أنواع بكتيريا يعني معاي هيك ورجيتكم شو أنواع البكتيريا اللي طلعت كثير كثير أنواع كثير تمام contamination contagious disease شو يعني؟ يعني ما بنتقل إلا التلامس زي الجدر مثلا هذا اللي معي إذن contagious disease is the one that is transmitted through contact لازم يكون في contact تنتقل هاي العدو من خلال يكون في contact with the status مثل السيكوال فازمز الديزيز هاي تعتبر ايش؟ كونتاجوس ديزيز في عنا الفيرولنس او الفيرولنس اللي هي بتعرف زي مقياس تقيس السيفيريتي اوف ديزيز ذات ذا ايجنت كوز تو ذا هوست قديش شدة انه هذا الايجنت بسبب بالهوست هذا في مقياس يعني تمام؟ السيفيريتي شدة الديزيز واضح التفسير؟ في هنا بيريود شو نسميها هاي بيريود؟ كوميونيكابيليتي شو يعني؟ زي كورونا لما كنا نقول 10 ايام وبعدين فيش عدوى لا دكتور تميزوا بين هذول البيريود ترى زي ما كنا نقول ان كورونا 10 ايام وبعدين بصيرش عدوى او بنتقلش قديش قديش من الوقت لازم شو اسمه تلمس البلوك لامس الجسم هذا عشان يتقبل الوقت الزمن اللي انتشر فيه هذا المرض يعني كنت نقول time during the infectious agent may be transmitted or سواء كان direct or indirect from infection infected person to susceptible هي فترة الانتقال ما بين infected person للشخص السيء هاي فترة الانتقال تمام طيب شو يعني طبعاً incubation period حضان الحضانة شو الحضانة هاي يعني الفترة من بين لما يتعرض للمسبب المرض لحتى تبلش أول عرض مزبوط إذا هم بيقدر يقول عنه إنه مو time interval between إنه هذا infectious agent لحتى إيش first sign or symptom of disease لحتى تظهر هاي العرض لما دخل لحتى تظهر هاي العرض طب latent period مرحلة الموجات الأدوية يعني مثلا بعد ما انعدت فترة هاي بين التعافي هي البيريود between exposure and the onset of infectious phase يعني هي المرحلة ما بين فترة التعرض وظهور مرحلة العدوى وظهور مرحلة العدوى هاي ممكن تكون أقصر أو أكبر من ايش؟
نشوف الانكيبيشن في ايه مرحله العدوى اللي ممكن تكون اقل او اكثر اللي هي ايش اللاتين فيريو. دكتور كيف الفرق بينهم بالانكيبيشن؟ الانكيبيشن هي يعني فروم من التعرض لحتى تظهر سامي السمتوم تمام، بينما هنا من التعرض لحتى تظهر مرحلة عدوى. دكتور هل ممكن بعض الانفكشن تكون مختلفة؟ صح؟ ممكن مرحلة العدوى فيها نعم فرق بينها وبين البيليو سيميليوتين ايه؟ فرق بينها بالأول واحدة البيليو اوف كوميونيكوليتي اللي هي التايم بين انه الفكسواس ايجنت بيدخل ماشي حتى يدخل فترة الانتقال من لما دخل من الانفكتد بيرسون الفترة الزمنية لما هذا الانفكتد بيرسون الانفكتشوس ايجنت الانفكتد بيرسون دخل للبيرسون العادي هاي الفترة بنسميها البيريود كوميونيكيشن. مين بيجي اول فترة العدوى ولا ما بقول لك لاتنت بيريود ممكن تكون قبل ممكن تكون بعد ممكن تكون اقصر ممكن تكون اقل حسب تمام يعني كاتب لي اياها اكتبها مظبوط This may be shorter or longer than an incubation period. ماشي؟ طيب شو يعني pathogenicity؟ أنا بعرف إنه هاي المصطلحات شوي تركزوا فيها شوي. بس قالوا هذولا ممكن تلاقيهم بأي مكان. يعني هذول اخترتهم حتى إنه ممكن تلاقيهم بأي مكان. بس على الأقل تعرف شو معناه يعني. حتى تعرف شو يعني pathogenicity. يعني الأغلب اللي حكيته مظبوط. إذا هو الكاليسيتي قدرة هذا الأجنت to cause clinical disease. تمام؟ انفكتد هوس. قديش قدرة هذا الأجنت إنه يسبب كلينيكال شو يعني كلينيكال ديزيز؟ في ساين وسمبتوم زين خلاص يعني واضح. طيب شو يعني توكسيجينيسيتي؟ إذن هو the ability of the microbe to produce biochemical مواد كيميائية حيوية تعرف بالتوكسين اللي هي السموم. هاي السموم ممكن شو تعمل؟ بتدمر أو stop the normal function of cells بتدمر الوظائف الأساسية للخلايا وبالتالي ممكن تعمل تدمير لها. تمام؟ هاي بسموها التوكسيجينيسيتي تفرز السمية وهذه السمية تعمل تدمير للوظائف الرئيسية للسلس واضح؟ طيب الانتيجينيسيتي قابلية المرض انه يحفز الانتيبيوتيز ما تفرز بالجسم تمام إذن هو the ability of the agent to induce antibodies production يعني تنتج أجسام مضادة هاي الأجسام المضادة بتعمل حماية من الانفكشن زي ما نحكي انه الانفكشن ميزلز فيروس از فيري رير لما انت تنصاب بالميزلز تمام صعب تنصاب فيها مره ثانيه لانه جسمك فرض انتي بوديز تمنع انك تنعدي في مره ثانيه واضح تمام ريزيستنس مقاومه اللي كانوا مقاوم للهوست مقاومه من الايجنت ايش يعني الهوست؟ ايش من الاجنت؟ شو ريزيستنت للهوست؟ الاجنت الاجنت هو الابيليتي اوف ذا ايجنت تو سرفايف انه يضل عايش انه
هذا الايجنت يظل عايش بالرغم من الادفيرس انفايرمنتال كونديشن، بالرغم من يعني خلينا نقول الشغلات الحالات البيئيه المعاكسه له. فهمت كيف؟ يعني هو بظل عايش والغوط بظل عايش بالرغم من شيء كل شيء ضده. تمام؟ زي الهيباتيتس ايجنت. من الهوست اللي هي ability of the host to fight and avoid getting infected. إذا تسمى مبادئ لأنه وقدرته إنه يعني إذا يعني يمنع هذا ال infection. واضح؟ شو يعني host؟ يعني شو هو الهوست؟ المستقبل المضيف العائل اللي هو a person or animal، أي واحد منه بيعمل مكان موطن لمين؟ لا انت توصل. ماشي؟ واضح شو هو الهوست؟ لأنه هو عبارة عن موكب مكان أو موطن يكون فيه توصل هو العامل المسبب أو العامل المضر. في أنواع من الهوست، في عنا بس كل أنواع لحالها. Obligate host، في عنا Definitive host، وفي عنا Intermediate host، وفي عنا Transport. يعني هاي بس مصطلحات، بس لأنه في محاضرات الجاي راح يكون نحكي عن مثلاً فيكتور ريزيرفر زي هيك، بس كنا عارفين شو يعني فيكتور، شو يعني ريزيرفر، شو يعني كيس، شو يعني كنترول، يعني زي شغل. طب شو يعني فيكتور؟ كيرير زي فلايز، الأمراض. يعني الفيكتور هو عبارة عن إنسكت حشرات أو أني ليفين كارير ذات ترانسبورت إنفكتوس إيجنت تنقل العامل المسبب. ولا لا شخص سليم. ممكن تكون هاي عن طريق الفضلات، عن طريق الأكل، عن طريق أي شيء. طيب ريسيرفر مخزن. تمام. يعني كلمات إلها علاقة. اللي هو any person، animal، أي شيء من هذول بيحتوى على infectious agent. يعيش هذا الانفكتوس ايجنت فيه وبصير ملتيبليكيشن بتكاثر برد بينتقل وبصير هو ايش؟ سورس اوف انفكشن لاذر. ماشي؟ بصير هو يعني انت مش شرط تكون طالع علي انا اعراض صاير سمتم، بس انا ممكن اكون ناقل لناس ثانيين. لا كارير شيء ثاني. هذا السيرفر تكون انت خصمه عندك بس تكون يعني تكون انت بتكون سورس اوف انفكشن. كارير ناقل. دكتور هلا اي شيء بنقل انفكشوس ايجنت هو يعتبر ايش؟ فيكتور. سواء كان حشرات، كان سواء كان أي شيء هذا يعتبر ناقل. خلاص أي شيء هذا يعتبر أي شيء ممكن ناقل. Or any living carrier يعني insect or any living carrier يعتبر ناقل. ماشي لغاية هون. بين كيس وكارير. شين كيس؟ شين كارير؟ كيس حالة. حالة اللي نقول a person in the population or study group identify as having particular disease عنده مرض معين، حدد عنده مرض معين يعتبر كيس. كيسات مش في كيسات، كيس كيس كم كيس بالمستشفى كم، هاي تعتبر ناس عندها disease معين. سواء كانت عنده disease أو health disorder أو في عنده condition under investigation هذا يعتبر إيش؟ كيس. كارير حامل. سواء كان شخص ولا انيمال يكون حامل لسبيسيفيك انفكتوس ايجنت. تمام؟ ويكون حامل لهذا الانفكتوس ايجنت بالرغم من عدم ظهور الكلينيكال ديزيز اللي هي ساينوس سيمتوم. تمام؟ ممكن يكون بوتنشال سورس اوف انفكشن. يعني نقدر نقول انه الريسيرفر والكارير
الريسيرفر هو عباره عن مخزن، مخزن العدوى، تمام؟ ممكن يكون صار الجوبلين اللي احنا من الريسيرفر انه البكتيريا تكون موجوده فيه بس ما في اي مقاومه لها، يعني زي بيئه طبيعيه زي هيك نقدر نحكي البكتيريا ممكن. هلا في شغلات ممكن احنا نسوي شيء اسمه النورمال فلورا اللي هي بتكون اصلا هي الحبوب داخلية بتكون داخل الجسم. كيف بتكون مثلا في مريض مثلا بالكولاي كيف بتكون موجوده مثلا بالجي اي سيستم تنتقل عليه الريتراكت سيستم زي هيك مثلا هاي كلها حبوب داخلية بسموها النورمال فلورا. في مواقع معينة موجودة بالجسم، مش بالجسم عادي. إذا الكاريرا تسوي إذا هو عبارة عن ناقل يكون هو سورس اوف انفكشن، ما تكون قائمة عليه اللي هي السينوس. هلا في عندنا الانسيدنس والبريفلنس حكينا عنهم قبل، بس يعني مشان تفهموا بعض الشغلات زيادة عنها. انسيدنس حكينا نمبر، نحكي لما نحكي انسيدنس مجرد ما نحكي عن انسيدنس نحكي عن نيو كيسز. نيو كيسز هيك فهمنا، نحكي عن نيو كيسز. انا اخذت مجموعه من الطلاب بدي اعملهم فولو اب اشوف مين حدا لا سمح الله بصير عنده مثلا هايبرتنشن او مثلا شو بصير حدا عنده شغله معينه. هلا اي واحد اخر هون الانسيدنس اللي هي بتكون عدد هذول الجداد على المجموعه اللي كانت، تمام؟ بينما البريفلنس انا بدي اشوف عدد الطلاب الدخمه حاليا، انا طلعوا 30 طالب. هذا بحكي عن الناس الموجودين حاليا، اوكي؟ القديم والجديد، نعم؟ القديم والجديد. هذا القديم لا، هلا انا معي كوستيمير وزعت عليهم، بدي اشوف مين بدخل، تمام؟ هلا طلع عندي مثلا 20 طالب. في فرق اني اجي اقول مثلا ليش انتم بتدخلوش، بدي اشوف بعد سنه مين صار يدخل، مين صار يدخل؟ انسيدنس. هذا يعتبر نيو كيسز، تمام؟ هلا الانسيدنس اوف انفكشن يعني هذا بس مشان يعني في تعريف للانسيدنس بشكل عام، في انسيدنس اوف انفكشن ديزيز اللي هي نمبر اوف نيو كيسز اوف انفكشن، يعني بدل ما نحكي مثلا تدخل، لا الناس اللي عندهم مثلا حد صار عنده مثلا انفكشوس ديزيز ماشي مرض معين، يعني مثلا بالمستشفى بدنا نشوف مثلا الناس مثلا عندهم نوزيكوما انفكشن او مثلا الناس اللي عندهم مثلا ستافيلوكوكس او مثلا زي هيك مثلا شغلات ما بكتيريا معين، نشوف كم عددهم مثلا، تمام؟ هنا مثلا ناس موجودين ما معهم وراقبناهم لسنه، لقينا مثلا عندهم في مثلا 20 واحد من هذول اللي احنا تابعناهم صار عندهم ستافيلوكوكس فيروس، ماشي؟ هاي نقدر نقول هذول نيو كيسز ماشي. عرفت الفرق ما بين البريفلنس والانسيدنس؟ الثانية رقم هاي ايش؟ الدرجة الثانية انسيدنس انفكشس ديزيز نمبر اوف نيو كيسز رقم يعني مش ريت لا هي كلها ريت، لا كلها ريت، بس انا بشكل عام انا تعريف الانسيدنس اللي هي النيو كيسز على لما نحكي عن هاي على التوتال كامل، هذا هي كلها الانسيدنت تنحسب ريت يعني اخر، بس هي تعريف يعني انفكشوس ديزيز انك تكون نمبر اوف نيو كيسز اوف انفكشن خلال فتره معينه، يعني لازم يكون في تايم. يعني بقدر احكي الانسيدنت بس يعني مكتوب على سسبتبل انديفيدجوالز، يعني لو في مرض بس على الناس السكري وبجيب سكري. سكري انا اقول لك ايش سكري؟ سكري انك انت ناس ما عندهم سكر، ماشي؟ هذول الناس بدك تعمل فولو اب اللي طلع بصير عنده سكري له السنة، هذا تعتبر نيو كيسز 10 15 قسم 15 عدد هاي الانسيدنت على البيبل ات ريسك، هاي الانسيدنت. فانت اجيب الرقم الناس اللي عندهم على الناس اللي ممكن يصير عندهم، الناس اللي ايش؟ اللي ممكن يصير عندهم تسبب مش اللي ممكن اللي صار اللي بيصير عندهم. لا no. يعني انت مقام افرضا حدا معاه سكري هون عددكم مثلا 30 طالب، انتم 30 طالب، انا بدي اعطيكم فرصه لسنه الجايه. هلا اي واحد لا سمح الله بصير معاه دي ام بسجله نهايه السنه اجينا، طبعا اللي بيطلع من الدراسه ما محسوب، اللي لا سمح الله بينتقل او شو اسمه هذول برضه كمان يعني ما محسوب. افرضا 30 طالب انتم مع الدي ام
بعد سنين لقيت خمسة. خمسة على قديش؟ 30. إذا حدا طلع قام بشيله. خمسة على 30 إذا ما حداش إنشال. خمسة على 30 هذا نسيت. بريفلنس إذا أنا بدي أشوف كم واحد عنده دي إم حاليا. فرضا في ثلاثة. ثلاثة على 30. البريفالنس اللي هي نمبر اوف ذا توتال اكزيستنج كيسز ديفايد باي توتال بوبيليشن بريفالنس توز ذا سيم نمبر اوف افكتيف كيسز. في عندنا شغله مهمه هلا هذول كمان تيرمولوجي اللي بسموها ليفل اوف ديزيز. ليفل اوف ديزيز عندنا سبوراديك وفي عندنا اندميك ابيدميك بلاندميك. البلاندميك اكيد منتشر يعني بشكل واسع. كورونا ليش بنتبه كورونا؟ اجتياح العالم جائحة لأن إيش؟ كل العالم تأثر كل العالم هيك أكبر بلد أكبر شيء. إذا هذا بسموه الليفل أوف ديزيز إنكريزنج فروم سبورادك لبنادمك. بلش بالسبورادك. السبورادك اللي هي بتكون سكتب أباب يعني بتكون متقطعة بتكون ريجولار بتكون إنفريكونتلي يعني ما تيجي بوقت معين بتكون يعني ممكن تيجي السنة هاي ممكن تيجي السنة بعديها ممكن ما تجيش ممكن تيجي أول السنة نص السنة يعني ما لها فترة زمنية معينة infrequently irregular بتكون متقطعة ممكن تغيب سنتين ثلاثة عنها برضو كمان هاي تعتبر sporadic ما بتكون no show no or little connection between each other ما في يعني ما بتعرف مثلا والله هي معروف إنه والله بداية السنة نص السنة آخر السنة لا ما في إيش connection بينها ممكن طبعا مثل شو مثل بوليو مثل تيتانوس جايتس ممكن تكون هاي ستارتنج بوينت من البدايه بس الصوره اللي بتعرف فيه انه هو بيجي متقطع غير منتظم واضح اندم شو بتقول في اندم محلي يبين يعني سيكونس بلش يعني تكون انت تقريبا عارف يعني الاكسبكت بتاعك مبين عارف انه والله النسبه راح تكون هيك يعني الشيء يبلش حسب المتوقع لانه العارف المفروض هي عباره عن كونستنت بريزنس هو شيء موجود اوف ذا ديزيز اور فيكتشر ستيت اذا اكيد من جيوغرافيك اريا اور بوبيليشن جروب يوجوالي اور اكسبكتد فريكونسي اوف ديزيز يعني انت بتكون متوقع تقريبا النسبه من هذا الديزيز مثلا عندنا الاردن مثلا نسبه التدخين مثلا 20% متوقعين من والله نسبة هاي بهالحدود هاي الشيء يسموه اندميك يعني مثل ملاريا معروفة بافريقيا انه قديش تقريبا نسبتهم يعني ما في شيء خارج متوقع او شيء زيادة بتعرف انه بهالحدود هاي بسميه ايش؟ اندميك هلا بالاندميك في عندنا هايبر اندميك عندنا بولي اندميك عندنا هايبر اندميك وهول اندميك. الهايبر اندميك اللي هي higher incidence or prevalence rate and affect all age group equally يعني الصغار والكبار بتأثر عليهم تمام؟ تكون في عندنا high incidence يعني الريت بيكون عالي بس بتأثر على الكبار والصغار بينما الهول اندميك ممكن تسبب جزء معين للمجتمع الكبار أو الصغار زي ما هون مثالنا ويصير في عدم توازن. هون مثلاً حاكين high level of infection beginning early in life and affecting most of the child population. ممكن هذا يكون لعدم التوازن. الأدلت shows evidence of disease much less commonly than to the children مثل الملاريا. يعني الملاريا تكون انتشارها عند الأطفال أكثر من مين؟ من الكبار. هذا نسميها إيش؟ هولو إندميك. الهايبر تسبب الكبار والصغار كلهم مع بعض تمام؟ المصطلحات اليوم عليكم محترمة مو حتى يعني لازم تعرف يعني هاي شغلات أساسية لازم تعرفوها باللي يكون أي شيء انفكشن ولا هيك لازم تعرفها هاي الصغار ابيديميك شنو ابيديميك؟ الاندميك حكينا شو؟ حال الاكسبكتيف بينما الابيديميك أني وجوه الأكرانس إن أكملتي
of disease يعني over expected effects خارج المتوقع تعمل خارج ماشي مثلاً epidemic شو الفرق بيناتهم هنا إشي اسمه outbreak of disease هي تعتبر epidemic outbreak of disease or attack many people at about the same time نفس الوقت and spread through one or several communities قريب من الكوميونتي يعني خارج المتوقع ممكن تنتقل الى اكثر من الكوميونتي البادريك حكينا عنه اللي هي عباره عن ايبيديميك يوجوالي افكتنج لا لارج بروبورشن اوف ذا بوبوليشن ممكن تكون هي وايد جيوغرافيك ممكن تكون قاره او تكون مدن يعني دول هاي تعتبر بلد اوكي مثل الانفلونزا زي الكوفيد في عندنا الاكزوتيك ديزيز يعني الاكزوتيك ديزيز الاكزوتيك شيء يجي من برا زي الكورونا زي الكورونا خلينا نقول يعني ارتوس ار امبورتد انتو ا كانتري يعني كيف شخص مثلا يجي من مكان واحد الناس هاي تعتبر ايش؟ انجلتك بليز مثل الريجس اختار الوقت محاضرة تقريبا يلا يلا في عنا والله ليش البيت مدخل؟ خلنا حتى بلاش نشوف طيب في عنا زونوسيس والإبزوتيك والإنزوتيك على الزونوسيس اللي هي عبارة عن هذا الحكي قبل شوي عليه إنه هو إذا عندك إشي ديزيز أو إنفكشن ينتقل من أنيمال لمين لهيومن شو بنسميه؟ سبينوزيس إذن إذا إنفكشن ذات ترانزيشن أندر نيوترال كونديشن فروم أنيمالز تو مان مثل الريبيز مثل الكوبان تو تي دي فينا الإبيزوتيك هذا يعتبر إيش؟ أو تبريك إبيديميك هذا الديزيز بيكون وين بالانيمال تمام مثل الريفت فالي فيفر الانزوتيك اللي هو اندميك بس بحدث وين بالانيمال اذا الانزوتيك والانزوتيك هذول يعني بحدثوا بالانيمال والزونوسيس اللي هو شيء بينتقل من شو صار بينتقل من الانيمال للهيومن واضحه نوزل كومن انفكشن يسموها هوسبيتال اكواير شيء مكتسب من المستشفى انت رحت بحاله معينه مثلا عندك هايبرتنشن وانت بالمستشفى فتره وجودك بالمستشفى اكتسبت عدوى اخرى هاي اسمها نوزل كومن انفكشن تمام مثال سيرجيكال وند انت عندك سيرجيكال وند وانت بالسيرجيكال عملت مثلا هيرنج او عملت مثلا اي شيء سيرجيكال وند وانت بس يعني وانت بالمستشفى صار عندك هيباتايتس بي او صار عندك يورينري تراكت انفكشن من المستشفى هاي العدوى بسموها نوزل كومن انفكشن في عندنا الكيس فاتيليت حكينا عنه قبل هذا هو عباره عن بروبورشن انفكتد انديفيدوال هو لايك الشخص اللي كان هو مصاب وتوفى هذا بسموه كيس فاتيليت في عندنا برايمري كيس وسكندري كيس برايمري كيس هو اول شخص اللي بيصير عنده انفكتد والسكندري بيكون هم الاشخاص اللي بيكونوا العدو من البرايمري كيس تمام في عندنا اتاك تريت The proportion of non-immune individuals who are exposed to an infectious agent and become infected. يعني نسبة الناس اللي ما عندهم مناعة معينة وكانوا معرضين للinfectious agent وصاروا إيش infected. هذا بسموه يعني أو ينطبق عليه التأثير صار. Elimination eradication. Elimination إيش بسموها إزالة. إنك تقص من شغلة. Is the removal of disease from a large geographic region تمام لكن انت تعمل ازاله كامله eradication means termination of the all transmission of infection يعني اي شيء اي وسائل نقل عدوى شيء انت تقضي عليها تمام by extermination اللي هي بسموها الاباده انك تعمل اباده of infectious agent from the whole world من خلال surveillance خلال المراقبه والمتابعه هي كاملة اللي هي الاحتواء زي اسمها القصة تقريباً أيوه
هاي النوعين ممكن تستخدمه، اما انت بتخلص من الديزيز نفسه او انك انت بتخلص من كل عوامل النقل اللي بتوفر هذا الديزيز بكل العالم. ماشي، يعني هن شوي المصطلحات بدهن شوي تركيز نسوي فيها.